السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في أخبار السادسة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. نبدأ بأبرز العناوين. نتائج الانتخابات النهائية تكشف عن تغيير كبير في تركيبة المجلس مع دخول 37 عضوا جديدا بينهم 6 سيدات. البحرينيون يشاركون أشقائهم الإماراتيين احتفالاتهم باليوم الوطني 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وبوليتكنيك البحرين تحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيسها وما حققته من إنجازات. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. انتهت أمس الانتخابات النيابية والبلدية 2018 التي شهدت منافسة محمومة بين المترشحين في جميع المحافظات ولا سيما في جولة الإعادة. وأكد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات الشيخ خالد بن علي الخليفة أن الجولة الثانية من الانتخابات شهدت أكبر عدد من المصوتين في أي جولة إعادة في تاريخ الانتخابات البحرينية. وقال معالي إن الانتخابات قد تميزت بالحضور الكبير للمرأة بالإضافة إلى المشاركة الكبيرة من الشباب والتي بلغت حوالي 50,000 ناخب يشاركون للمرة الأولى. وقد كشفت نتائج الانتخابات النهائية عن تغيير كبير في تركيبة المجلس الجديد عن سابقة، حيث جدد الناخبون انتخاب 3 أعضاء فقط من المجلس السابق، فيما حملت رغبة الناخبين 6 سيدات المجلس النيابية علاوة على فوز 4 سيدات بعضوية المجلس البلدي وسط حضور لافت لعنصر الشباب. وقد تكملت جهود وزارات ومؤسسات الدولة في إنجاح سير العملية الانتخابية بكل يسر وسهولة في جميع مراحلها. وعملت وزارة العدل على ضمان نزاهة سير العملية من خلال الإشراف الرقابي في كافة المراحل. وعملت وزارة الخارجية مع لجنة تنفيذية الانتخابات على استقبال البحرينيين المقيمين بالخارج للتصويت في 29 سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية لمملكة البحرين. هذا وكان لوزارة الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني دور بارز فيما يتعلق بتنظيم وتنسيق إعلانات المرشحين والترخيص لمقارهم الانتخابية. بدورها قامت وزارة الشؤون الإعلام بتغطية واسعة شملت جميع الوسائل والقنوات من خلال تغطية هذا الحدث الوطني الهام. بدورها قامت وزارة الداخلية من خلال إداراتها المعنية بتأمين الانتخابات النيابية والبلدية 2018 بما يسهم في مساعدة الناخبين على التصويت بسهولة والوصول بسلاسة إلى مراكز الاقتراع. وقد شهدت مملكة البحرين ليلة أفراح وطنية حيث عمت الاحتفالات شوارع البحرين بعد إعلان النتائج النهائية في الانتخابات النيابية والبلدية. واحتفل المواطنون بفوز مرشحيهم وممثليهم في مجلس النواب والمجالس البلدية للسنوات الأربع المقبلة وسط أجواء احتفالية كبيرة استمرت حتى ساعة الصباح. وكانت الانتخابات قد شهدت مشاركة شعبية كبيرة عكست وعيا شعبيا متناميا بالأهمية التي تلعبها المشاركة في الحياة العامة، خاصة فيما يتعلق باختيار ممثلي الشعب في كل من البرلمان والمجالس البلدية. يشارك البحرينيون أشقائهم الإماراتيين احتفالاتهم اليوم الوطني 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وتأتي هذه المشاركة تعبيرا عن مشاعر المحبة والأخوة الصادقة التي يحملها البحرينيون تجاه أشقائهم، كما تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. وقد شاركت وسائل الإعلام في مملكة البحرين الأشقاء في الإمارات بهذه المناسبة الوطنية،
وقدم تلفزيون البحرين باقة من البرامج بهذه المناسبة. احتفلت كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين بمناسبة ذكرى مرور 10 سنوات على تأسيسها في حفل جاء لتجسيد ما حققته الكلية من إنجازات خلال مسيرتها الناجحة والأهداف التي أنشئت من أجلها طيلة السنوات الماضية. تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم، أقامت كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين حفلا بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاقها للاحتفاء بإنجازاتها التي حققتها طيلة السنوات الماضية. ويجسد هذا الحفل ما حققته الكلية من إنجازات خلال مسيرتها الناجحة والأهداف التي أنشئت من أجلها من واقع ما تهيئه من فرص تعليمية وتطبيقية وتقنية ذات جودة عالية لدارسيها لتمدهم بالمهارات والخبرات العلمية والعملية. أثبتت الكلية من خلال البرامج التعليمية التي تقدمها إدراكها التام لاحتياجات سوق العمل سواء داخل مملكة البحرين أو خارجها في ظل ما يشهده السوق من متغيرات، وبذلك استطاعت وبالتشاور والتنسيق والتعاون مع الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال رفض السوق بما يحتاجه من الخبرات والتخصصات المناسبة التي يحتاجها، كما هيأت خريجيها ليكونوا رواد أعمال و أرباب عمل ناجحين. السادسة مستمرة وفيها بعد قليل. الخامسة بتوقيت الباب يعرض للجماهير الفنون الموسيقية البحرينية الأصيلة مع فن الفجرية التراثي لفرقة جلالي. أقامت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية حفل تكريم للفائزين في مسابقة أفضل فيلم توعوي في مجال الوقاية من المخدرات، وذلك تحت رعاية اللواء الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة نائب المفتش العام. وتأتي هذه المسابقة تفعيلا لمبدأ الشراكة المجتمعية من خلال تشجيعه على الاهتمام بالقضايا الهامة التي تمس أمن المجتمع وسلامته، ولأجل تحفيز على المبادرة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال كافة الأدوات والمجالات المتاحة. هذا ويؤكد دور الإعلام التوعوية في نطاق الوقاية كونها وسيلة من الوسائل التعليمية الفعالة في تشكيل قيم المجتمع وعاداته. استقبل في مطار البحرين الدولي وفد مملكة البحرين الطلابي الفائز في المسابقة الآسيوية الأولى للمهارات بالعاصمة الإماراتية أبوظبي بعد تحقيقه المركز الأول آسيويا والميدالية الذهبية في مهارة التصميم الجرافيكية ضمن فئة الكبار، والمركز الثالث والميدالية البرونزية في مهارات روبوتات ضمن فئة الناشئين. وتعد هذه النتائج المشرفة إحدى ثمار الجهود التي تقوم بها الوزارة لإكساب الطلبة المهارات المهمة على الصعيد العالمي وتطوير مواهبهم وإبداعاتهم المتنوعة من خلال العديد من البرامج والأنشطة التربوية النوعية، بما في ذلك أنشطة وبرامج مركز رعاية الطلبة الموهوبين، والذي كان له الفضل في تدريب طالبين فائزين بهذه المسابقة الآسيوية. أطلق بيت التمويل الكويتي البحرين ومجوهرات ديفيجي برنامج مواهب البحرين لتدريب 20 شخصا تم اختيارهم من أصل 80 بهدف صقل مهاراتهم في تصميم المجوهرات. وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي البحرين عبد الحكيم الخياط أن المشاركين تم اختيارهم بناء على مقابلات شخصية لتحديد قدراتهم، موضحا أن المساهمة الفاعلة في المجتمع ستساهم في خلق وظائف جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي زيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي، باعتبار أن البرنامج مبادرة من القطاع الخاص تسهم في تحفيز الشباب ومساعدتهم على خلق اقتصاد محلي قوي. هذا وأكد الخياط أن المجوهرات الفائزة في البرنامج سيتم عرضها في نسخة القادمة لمعرض البحرين للجواهر العربية 2019
إلى جانب تصديرها وعرضها خارج المملكة في معرض بنيويورك ترويجا للمنتج المحلي البحريني. جددت الهيئة البحرينية للثقافة والأثار اللقاء الثقافي الأسبوعي بموقع باب البحرين ضمن فعاليات الخامسة بتوقيت الباب، حيث قدمت هذه المرة عرضا مباشرا للموسيقى البحرينية التقليدية. وقدمت فرقة جلالي للجماهير فن الفجري، حيث اندمج محب الفنون الموسيقية البحرينية الأصيلة مع فن الفجري التراثي، واستمعوا إلى مقاطع من أنواعه المختلفة كالبحري والحددي والمخلوفي التي أخذتهم إلى الأجواء التي عايشها البحارة في رحلاتهم للبحث عن اللؤلؤ. يشار إلى أن فعالية الخامسة بتوقيت الباب تأتي لتضيف وجهة جديدة لمحبي الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. ونتابع في السادسة غدا. سامي المالود فنان شعبي وأسطورة العزف على آلة الصرناء، ترك له في عالم الفن علامة بارزة بالصوت والصورة والإحساس المرهف. وبهذا وصلنا لختام أخبار السادسة، دمتم برعاية الله تعالى وإلى اللقاء.